السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو غادي نشوفوا طريقة تفعيل أو إلغاء العلبة الصوتية اتصالات المغرب. أولا كنتصل ب 888، واللي أول مرة كيشوف الفيديو ديالي تابونا في لاشين وفعل الجرس. غادي نشوفوا الطريقة. كتصل ب 888، مرحبا بكم في خدمة زبناء جوال اتصالات المغرب. Bienvenue au service client Jawel de Maroc Telecom. للمواصلة نضغط بالعربية على واحد. ثمن هذه المكالمة هو درهم واحد مع احتساب الرسوم إذا كنتم تتصلون من هاتف الاتصالات المغرب. للحصول على المعلومات الخاصة ببطاقة جوال والإنترنت من بعد نضغط على اضغط 3. على الزر واحد. لتشغيل خدمة إنترنت جوال على هاتفكم اضغطوا على واحد. لخدمة العلبة الصوتية اضغطوا على 2. 2. كيف غنسمعو؟ يقولك يا إما غتفعلها ولا تمكنكم من البقاء على اتصال تلغيها. حتى في حالة ما إذا كان هاتفكم النقال مغلقا أو خارج التغطية. هكذا يستطيع مخاطبوكم ترك رسالة صوتية بثمن مكالمة عادية. إذا أردتم تشغيل علبتكم الصوتية اضغطوا على الزر واحد. كيف كنسمعو؟ إذا أردتم إلغاء تشغيل علبتكم الصوتية اضغطوا على الزر 2. لإعادة الاستماع لهذه الرسالة اضغطوا على الزر الزاد. ومن هنا كتلغي ولا كتفعل العلبة الصوتية ديالك. والسلام عليكم، تهلاو.